قعدات النسوان في الساحة هن وولادهم بيلعبوا وولادهم وقاعدين هم الصواريخ هواتين نزلت عليهم مش عارفين ايش بدهم يعني مولود صغير جايين في بطن امه ينقتل انا يعني ما قدرتش بس حملتش انا ما شفتش ولا زلمة متصاوب كله اطفال ونسوان كله اطفال ونسوان من خان يونس ارحب بمراسل المملكه باسل العطار اهلا ومرحبا بك معنا باسل ما زالت القوات الاسرائيليه تتعامل مع قطاع غزه بعمليات القصف بغض النظر عن الجبهات المتعدده التي تفتحها اسرائيل وبالتالي ما هي حصيله هذا اليوم في قطاع غزه للعمليات الاسرائيليه وكيف تبدو الصوره لديك؟ ربما عبد الله كل دقيقة تمر تكشف مزيد من التفاصيل حول ما حدث في مدرسة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة والتي كانت مكانا شهد مجزرة إسرائيلية هي الأكثر دموية خلال الساعات الماضية والتي راح ضحيتها 22 فلسطينيا وأصيب 30 وفق المصادر الطبية. التفاصيل تتحدث بداية أن من بين الشهداء 22 13 طفلا وست سيدات هذه الإحصائية التي صدرت والتي تؤكد أن هؤلاء الأطفال من بينهم جنين يبلغ من العمر 3 أشهر خرج من بطن أمه نتيجة الضغط الكبير الذي تولد عن القصف الإسرائيلي والصاروخ الإسرائيلي الذي استهدف هذه المدرسة التي تضم النازحين. عملية الاستهداف جاءت متزامنة مع صرف أموال للأيتام وللأرامل في قطاع غزة، لذلك من بين الشهداء 16 شخصا من بينهم أطفال ونساء فقدوا معيلهم، إما فقدوا آباءهم أو فقدوا أزواجهم، وبالتالي كان هناك نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية 16 أسرة الآن فقدت غالبية أفرادها أو جميع أفرادها، بمعنى أننا نتحدث عن مجزرة إسرائيلية خطيرة جدا. الإصابات 30 من بينهم 9 أطفال أصيبوا بحالات بتر ومن بينهم أيضا نساء أصيبوا أو أصبنا بدرجات كبيرة من الحروق نتيجة الصاروخ الذي أو الصواريخ التي تم استخدامها والتي تحدث حروق كبيرة لدى المصابين وفق المصادر الطبية وغيرت معالم تلك المدرسة التي وهذا ربما يدلل على القصف الإسرائيلي العنيف. كل ذلك ترى فيه إسرائيل أنها كانت عملية قصف دقيقة كما تسميها إسرائيل على الرغم من كل التفاصيل التي تحدثنا عنها. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمعا للفصائل الفلسطينية وبالتحديد لقيادة حركة حماس، بينما أعداد الشهداء الغالبية العظمى منهم نتحدث عن ما يقرب من 19 شهيدا من الأطفال والنساء، وهذا ربما يكذب بشكل واضح وبشكل لا يقبل أي تأويل الرواية الإسرائيلية التي دائما ما تترافق بعد كل عملية قصف تستهدف مدارس النازحين في قطاع غزة. ما حدث في هذه المدرسة ليس الوحيد لهذا اليوم، أيضا هناك تجاوز خطير نفذته طائرات الاحتلال باستهداف مستودع يتبع لوزارة الصحة في منطقة في شمال مدينة رفح. هذا الاستهداف تسبب في استشهاد 3 من العاملين في وزارة الصحة حيث نعتهم الوزارة وقالت أن عملية الاستهداف كانت مباشرة لهذا المستودع الذي اندلعت به النيران نتيجة هذا القصف الإسرائيلي وبالكاد استطاعت طواقم الدفاع المدني السيطرة على هذه النيران التي دمرت كل شيء داخل هذا المخزن. نحن نتحدث عن تناقص كبير في الأدوية في المستهلكات الطبية بالكاد هي موجودة في مخازن وزارة الصحة الآن تناقصت بشكل أكبر هذه المواد نتيجة استهداف هذا المستودع واندلاع النيران به. نحن نتحدث عن استهدافات إسرائيلية لم تعد عادية خلال الفترة الماضية. إسرائيل تتعمد إما استهداف منازل مكتظة مأهولة بهدف قتل أكبر قدر من الفلسطينيين أو استهداف مدارس النازحين بهدف أيضا إحداث أكبر قدر
قدر ممكن من الدمار وخلق حالة من عدم الأمان داخل هذه المدارس التي من المفترض أن تكون آمنة، إلى جانب أيضا التجاوز الأخطر واستهداف منشآت حيوية كما حدث هذا اليوم من خلال استهداف مستودع يتبع لوزارة الصحة. باسل، مع كل هذه الظروف وهذه الصورة التي تضعها أمامنا، لابد أن نسأل عن الظروف الإنسانية وربما تجهيزات فصل الشتاء، ونحن على أبواب فصل الشتاء، وهذا يضيق أيضا عمل المنظمات الإنسانية ويضيق على العمل الإنساني في هذا الإطار. الاستهداف ما زال متواصلا لمراكز الإيواء للمستودعات وبشكل واضح، وبالتالي المعاناة التي من الممكن أن نتحدث عنها في صور قادمة كيف يمكن أن تكون؟ إذا ما تحدثنا عن هذا الأمر فنحن أمام كارثة حقيقية، لأن التناقص الكبير في المستلزمات التي لابد أن تتوفر الآن ليتم تجهيز خيام النازحين لمواجهة فصل الشتاء تكاد تكون معدومة، وما هو متوفر بأسعار فلكية. على سبيل المثال عبد الله، الشادر المستخدم أو البلاستيك المستخدم في عملية تغليف هذه الخيام يبلغ تكلفته ما يقرب من 100 دينار أردني. ما يستخدم من غطاء أو ما يعرف هنا بالزينجو كما يسمى محليا، المتر الواحد منه ب13 دينار، أي أننا نتحدث عن أسعار فلكية لا تستطيع العائلات بأي شكل من الأشكال شراء هذه المعدات، وبالتالي تركت الأمر للأيام، بمعنى أن هذه الخيام غير مجهزة، غير صالحة أصلا للاستخدام نتيجة الشمس ومرور عام من الحرب الإسرائيلية، تسبب ذلك في ذوبان هذه الخيام الموجودة. أيضا هناك خيام محلية الصنع هي أصلا لا تقي لا برد الشتاء ولا حر الصيف، والآن تستعد هذه العائلات استقبال فصل الشتاء في ظروف صعبة. حتى الآن هناك مناشدات تطلق لإدخال هذه المواد عبر المؤسسات الدولية، لم يتم إدخال أي شيء، لم يتم الاستجابة من قبل الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه المواد، على الرغم من حالة الترويج التي كانت إسرائيل تروج لها خلال الأيام الماضية من أنها ستسمح بإدخال هذه المساعدات، لم تدخل هذه المساعدات، وبالتالي هناك بالفعل أزمة حقيقية. قبل قليل عدت من إحدى المخيمات في مدينة خان يونس، الظروف صعبة جدا هناك نتيجة الظروف التي يعيشها من هم في هذا المخيم، الأوضاع صعبة جدا، هناك خشية حقيقية من الغرق نتيجة أي هطول الأمطار، هناك مكب للنفايات بجانب هذه المخيمات، وبالتالي المياه مرشحة للوصول إلى هذه الخيام، هناك مياه للصرف الصحي بجانب هذا المخيم أيضا هي مرشحة لارتفاع منسوبها، وبالتالي الدخول إلى هذا المخيم الذي يعد من المخيمات الرئيسية. عددنا تقرير من هناك وبالتأكيد سيبث خلال الساعات المقبلة عبر شاشة المملكة، لكن هذا ربما مثال بسيط عن ما يحدث هنا في القطاع والظروف الصعبة وحالة الإحباط أيضا لدى الفلسطينيين من الاستعداد على الأقل لمواجهة فصل الشتاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من خان يونس، مراسل المملكة باسل العطار. إلى الضفة الغربية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات فجر اليوم مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي للمدينة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتة شرقية طول كرم. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة في محافظة الخليل، وداهم جنود الاحتلال بلدة سعير وفتشوا منازل عدة في منطقة العروض. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، كما عرقلت حركة تنقل الفلسطينيين على الحواجز المنتشرة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل. وفي السياق، أفاد مسؤول محلي إسرائيلي بأن الجيش أطلع المستوطنين في المناطق الشمالية على تقييم أمني للمنطقة، وأبلغهم بأن الأيام المقبلة ستكون معقدة، وذلك عقب إعلان الاحتلال الدخول في مرحلة تأهب قصوى تحسبا لأي رد من حزب الله على التحركات الأخيرة.
أرحب من رام الله للحديث بشكل أكبر حول هذه المحاور وغيرها بالمختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد عماد، أبدأ معك بهذه التحذيرات وحالة التأهب القصوى أيضا على المستويات السياسية. السيناريو المتوقع والمقاربة التي من الممكن أن نقدمها على مستوى سياسي وعلى مستوى أمني أيضا في الداخل الإسرائيلي، كيف تبدو؟ تحياتي لك عبد الله لجمهور المشاهدين. دعنا في البداية ننطلق في تحليل المشهد من نقطة مهمة، بأن إسرائيل لديها قناعات بأن الأطراف الأخرى أي إيران حزب الله لا يريدان الذهاب باتجاه حرب موسعة، وفي غير واردهما الآن الذهاب إلى تصعيد كبير قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة، وكذلك هي تتكئ على موقف أمريكي واضح فيما يتعلق بهذه القضية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو الدبلوماسي أو إلى آخره، علاوة على وجود أطراف في المنطقة أخرى بالتأكيد لا تريد هذه الحرب الموسعة. فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، هناك حقيقة لغط كبير حول هذه القضية. دعنا نتذكر بأنه قبل أيام كان جالانت يرفض الذهاب إلى تصعيد كبير في لبنان قبل تسوية الملف في قطاع غزة، وقبل الذهاب باتجاه صفقة من أجل استعادة الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية هناك في غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن رغبة سياسية وكذلك جزء من العسكر في إسرائيل باتجاه الذهاب نحو التصعيد، معتمدين على أن الأمور لن تتطور إلى حرب شاملة. لكن على النقيض من ذلك، هناك بالتأكيد مساحة من الانتقاد لهذا التوجه، مساحة عقلانية من قبل قيادات أمنية سابقة، من قبل كذلك طيف سياسي وازن في إسرائيل ربما غير مؤثر في المشهد السياسي كونه موجود في المعارضة أو موجود في أطراف ربما يعني دعني أقول بعيدة كل البعد حتى عن المشهد السياسي منذ فترة، ترى بأن ذهاب إسرائيل باتجاه تصعيد كبير يعني احتمالية الانزلاق إلى حرب، وهذا يعني في ظل عدم جهوزية إسرائيل من الناحية المجتمعية، في ظل أن الجبهة الداخلية تعاني مما تعاني وفق التقديرات الإسرائيلية كما يقول ليبرمان وغيره من السياسيين الإسرائيليين، هذا يعني أن الأمور ستزداد سوءا فيما يتعلق بإسرائيل، وكذلك ستشعل الجبهات الأخرى، لأن إسرائيل متعودة عند إشعال جبهة الجبهات الأخرى أيضا تشتعل، تزداد الحافزية، وبذلك التقدير الموجود الآن إذا ذهبت إسرائيل باتجاه حرب موسعة فإن جبهة غزة ربما تنتعش مرة أخرى من جديد، المقاومة ستأخذ نفس أكبر، وكذلك في الضفة الغربية المعادلة ليست سهلة. من هنا ما يمكن قوله، إلى الآن إسرائيل مقتنعة بأنها غير متجهة إلى حرب شاملة، لكن ترفع وتيرة التصعيد للوصول إلى ذات الهدف. الهدف السياسي، هل تستطيع التحكم سيد عماد؟ يعني هي لا تريد لا تريد حرب شاملة، ولكن تريد تصعيد متواتر قد يؤدي بالوصول إلى الأهداف، ولكن هل من الممكن أن تسيطر بشكل واضح، أم أن هذا العامل يعتمد على ردة الفعل لحزب الله وإيران؟ وبالتأكيد يعتمد على ردود الفعل القادمة من حزب الله. إلى الآن إسرائيل نستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تسيطر اعتمادا كما ذكرنا على أن حزب الله لا يريد حربا شاملة، لكن بالمجمل إلى الآن ما يمكن لمسه من يعني خطاب السيد حسن نصر الله وخطاب حزب الله على العموم، نجد بأن الحزب متجه نحو ردود على ما قامت به إسرائيل من اختراقات، المقصود يوم الثلاثاء والأربعاء ويوم الجمعة من خلال سلسلة الاغتيالات الطويلة، ردود كما قيل ستكون في زمان ومكان محددين، هذه الردود ستكون على ما قامت به إسرائيل من اختراق، فيما ستبقى جبهة لبنان مساندة لقطاع غزة. دعني أذكر هنا بأنه إسرائيل أيضا رفعت وتيرة التصعيد حتى ضمن دائرة الاستهدافات الاعتيادية التي كانت في الجنوب اللبناني. من هنا ما يمكن قوله بأنه إسرائيل تفكر كالتالي، أن تكسب هذه المعركة بالنقاط في حدود الأسابيع القليلة المقبلة، بمعنى زيادة الضغط على لبنان حتى لو قام حزب الله بالمزيد من الردود، فإن إسرائيل ستكسب عدة نقاط. النقطة الأولى، لن تندلع حرب شاملة وهذا مؤكد بالنسبة لإسرائيل. الأمر الثاني، هي زادت ورفعت وتيرة التصعيد، وبالتالي ستزيد الضغط على حزب الله من الداخل، من الإقليم، من الخارج باتجاه الذهاب إلى تسوية سياسية. باعتقاد حزب الله لن يقبل بذلك، لن يذهب إلى أي تسويات، لأنه وضع هدف منذ البداية بربط الساحة اللبنانية مع ساحة غزة، وبظني أن ذلك سيستمر إلى أن يتم تسوية هذا الملف أو الذهاب إلى حرب شاملة طاحنة، حينها لا يمكن حقيقة قراءة الحسابات وقراءة ما الذي ستؤول إليه الأمور. في النهاية من يمتلك القوة المفرطة ليس شرطا أن يحقق الأهداف السياسية التي بالتأكيد وضعها لنفسه. ارتباط الجبهة الشمالية الجنوبية وارتباط ما يحدث الآن مع لبنان بملف قطاع غزة وبخطة الجنرالات التي دعا لربما بعض المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء في الكنيسة لتطبيقها، دعوا نتنياهو لتطبيقها، وبالتالي إلى أي مدى أصبح فعليا الارتباط أوثق بشكل أكبر بأن الحل في غزة يعني الحل على الجبهة الشمالية؟
والحل في غزة هو حل عموما لكل المشاكل ربما في المنطقة، ودعني أقول الانطلاق للحل من غزة ربما يكون انطلاق لحل أزمات إقليمية بدأت تتصاعد. يعني حكومة بنيامين نتنياهو المتغطرسة التي يعني تعتمد على اليمين الفاشي بشكل واضح المتمثل بالصهيونية الدينية، هي تدرك تماما أنه قطاع غزة وما يمثل الآن من قيمة معنوية للجمهور العربي الإسلامي وكذلك للشعوب الحرة، بات هذا الملف ثقيل على إسرائيل، وبالتالي تدرك بأنه لا بد في يوم من الأيام من الوصول إلى تسوية. نعم بنيامين نتنياهو الآن لا يريد هذه التسوية لأسباب مرتبطة بعدم تحقيق الإنجازات التي كان يتحدث عنها والأهداف التي كان يتحدث عنها، على وعلى وجود لوائح اتهام إذا توقفت الحرب سيواجهها. الآن الارتباط ما بين الجبهة الشمالية وجبهة قطاع غزة، هذا الأمر يبدو لي بأنه لن تتنازل عنه قوى المقاومة في لبنان تحديدا حزب الله، لسبب بسيط، لأن الحزب يدرك تماما بأنه هذا الهدف إذا تراجع عنه الحزب سيخسر كثيرا، سيخسر على الناحية الشعبية، سيخسر كذلك موضوع يعني وجود المحور الذي يتم الحديث عنه بشكل موسع وبأن المحور يواجه تحدي مشترك، والأهم برأيي بأنه إذا ما تم الاستفراد في غزة في هذه المرحلة وأنهت إسرائيل هذا الملف على افتراض أنها تستطيع إنهائه، بالتأكيد الدور القادم سيكون على حزب الله وعلى ملف الجبهة الشمالية. بمعنى أدق، حزب الله يدرك، وباعتقادي أن الكل يدرك، إذا أغلق ملف المقاومة في قطاع غزة وانتهت إسرائيل بانتصار هناك وهذا مستبعد، فإن المقبل سيكون التفرغ لقوى مقاومة أخرى في المنطقة، وبالتالي حزب الله يعي أن عليه الدور، وبالتالي سلامة غزة وانتصار غزة وبقاء المقاومة في غزة هو مصلحة فلسطينية كما هو مصلحة لبنانية في ظل تعقيدات الملف ككل في المنطقة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المشاركة، كنت معنا من رام الله المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عوض. في لبنان أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي العدول عن السفر إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. وجدد ميقاتي تأكيده بأن الأولوية في الوقت الحالي هي لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل والحروب متعددة الأنماط التي تشنها. وطالب ميقاتي المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من المجازر وإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن ضربات جوية جديدة ضد مواقع لحزب الله في لبنان بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة جديدة لعدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ ارتفع إلى 37، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت متواصلة. من جديد تشتعل جبهة القتال على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، خاصة بعد إعلان القوات الإسرائيلية استهداف قادة وحدة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أيام من تفجير أجهزة اتصال يستخدمها عناصر الحزب. عملية أعلن فيها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي صنفه برئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لوحدة الرضوان، تلك القوة التي يصنفها حزب الله بالقوة الخاصة. شغل عقيل خلال التحاقه بالحزب مناصب عدة، كان آخرها قائد المجلس العسكري خلفاً لفؤاد شكر، كما كان عضواً في المجلس الجهادي لحزب الله وهو أعلى هيئة عسكرية. عقيل الرجل المطلوب من واشنطن بعد مشاركته في الهجوم على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في تشرين الأول عام 1983، لحق به القائد البارز أحمد محمود وهبي الحاج أبو حسين سمير، أبرز المستهدفين بعد عقيل، والذي يعد من القادة التاريخيين لحزب الله ومن القادة الميدانيين في كمين أنصارية النوع عام 1997. وشغل العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزي حتى العام 2012، وبعد ذلك تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان. بدوره أصدر حزب الله بياناً نعى فيه استشهاد القياديين عقيل ووهبي خالياً من التهديد بالرد على ذلك الاستهداف. وفي ظل كل ذلك التصعيد في الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة، يأمل الشارع اللبناني بإيجاد حل للوضع الحالي
مع تزايد التوترات بين إسرائيل وحزب الله وما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية تعيشها حالياً. من بيروت ينضم إلينا رئيس وزراء لبنان الأسبق سيد فؤاد السنيورة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد فؤاد. أبدأ معك بتصريحات أخيرة لك تذكرت فيها فيما يتعلق بما تقوم به إسرائيل من جهود خطرة وخطوات من أجل جر المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتالي بناء على هذه النظرة كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة التي تحاول إسرائيل تطبيقها في لبنان؟ بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. مما لا شك فيه أن هذا الأسبوع قد حفل بمحاولات مجرمة اتخذتها إسرائيل عن طريق تفخيخ آلات الاتصال، وبالتالي عمدت إلى ذلك يوم الثلاثاء ثم الأربعاء وبعد ذلك يوم الجمعة في هذا التفجير الذي تسببت به في إحدى المباني في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية. الحقيقة أن الدوافع إسرائيل صارت حقيقة هي وأن يعني مجموعة متطرفين وفي رأسهم نتنياهو يخوضون معركة نتنياهو ويخوضون معركة جميع المتطرفين الذين يريدون فعليا أن يجروا لبنان إلى حرب كبرى قد تأخذ المنطقة معها. وهذا الأمر يعني أصبح واضحا بنتيجة تكرار هذه العمليات والتي آخرها كان البارحة. فبالتالي ما نراه اليوم بالنسبة لنتنياهو أنه مصمم على الاستمرار في عملية جر لبنان عبر حزب الله لهذه العملية، ويسري عليه ما يقول المثل micro ambitions and macro consequences، مطامح صغيرة لنتنياهو ولكن بذا نتائج كبيرة وخطيرة بالتالي. نعم، ولكن ما يتم إعلانه. نعم تفضل سيد فؤاد. أنا أود أن أوضح هنا حقيقة. أول شيء بداية أنا كان لي موقف في يوم الثامن من أكتوبر في العام 23 أنني عندما أشدت بهذه العملية التي قامت بها حماس كنت واضحا في أنني أقول أنه ليس من صالح وليس بإمكان لبنان أن يزج في هذه المعركة، نظرا لأن لبنان يعاني من أزمات عديدة أكانت سياسية ووطنية، بأننا لا نستطيع أن ننتخب رئيس جمهورية أو أن نؤلف حكومة، كما أننا نمر في أزمة اقتصادية خانقة، وأيضا مسألة النازحين السوريين، وأيضا أن ليس هناك من موقف مؤيد لانخراط حزب الله في هذه المعركة، إضافة أن لبنان لم يعد لديه شبكة الأمان الذي يستطيع أن يتكل عليها أو أن يعتمد عليها إذا ما توسع نطاق الحرب. لكن الآن وصلنا إلى هنا وما العمل؟ بالوصول إلى هنا سيد فؤاد إذا سمحت لي. نعم. وبقراءة لربما المواقف وما يتم إعلانه، الجانب الإسرائيلي وبحسب المحللين والمراقبين يتحدث بأنه لا يريد توسيع قاعدة الحرب ولا يريد حرب مفتوحة مع لبنان ومع حزب الله، وإنما لربما محاولة تحقيق بعض المطامع وبعض الأهداف وارتباطها لربما وثيق في غزة. والموقف الأمريكي أيضا يتحدث بأنه لم يحصل ولم يعطي أي ضوء أخضر لهذه العمليات الإسرائيلية، وبالتالي هذه الضبابية في المواقف كيف يمكن فهمها على مستوى لبناني داخلي؟ يعني بداية لكي نفهم هذا الأمر، لا الجانب الأمريكي طبيعي مأزوم الآن نتيجة أن لديه انتخابات وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرارات، حتى بالنسبة لما قام به حتى الآن هو يعني في موقف ضعيف، وبالتالي من جهة يقول أنه لا يريد توسيع نطاق الحرب وأفهمه في ذلك، ولكنه من جهة أخرى يعطي إسرائيل ما تريده لاستمرار عملية الحرب. هو يحاول أن ينتقدها وهي تقول أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، ولكنها بالفعل تدفع الأمور إلى مزيد من التردي، وبالتالي أصبحنا الآن على وشك أن يصار إذا تم التوسيع أن هذا الأمر قد تجر لبنان وتجر المنطقة أيضا، لأنه لا يمكن التعويل على أن كل الأمور سوف تبقى ثابتة كما هي وإسرائيل تقوم بما تريد.
أنا أعتقد أن هناك ضرورة من 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 الناحية الأولى أن لبنان عليه أن يوضح موقفه بشكل حاسم، ولا سيما في ضوء كل هذه العمليات التي نالت من حزب الله على بالنسبة لتبين أن هناك اختراقات داخل الأوضاع العامة لحزب الله بما أدى إلى وقوع هذه الأحداث. طبيعي لن يؤدي هذا الأمر أنه حزب الله يغير من موقفه، علما كما نعلم أيضا أن إيران التي لديها سلطة حقيقية على حزب الله تقول أيضا أنها لا تريد أن توسع نطاق الحرب، وهي بذلك تخوض الحرب عبر أذرعتها، ولكن لا تخوض برجالها بالمسؤولين لديها. هل تعتقد بأن لبنان والدولة اللبنانية هي الخاسر الأكبر في ظل هذا التناحر ولربما حرب بالوكالة ولربما أيضا المواقف التي يتم اتخاذها بعيدا عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية؟ وكيف تقرأ أيضا عدم ذهاب الرئيس نجيب ميقاتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات على الرغم من أنك تحدثت بأنك تشد على يده فيما يتعلق بالذهاب وتبيان موقف لبنان بشكل واضح؟ نعم، كنت أن يذهب إلى نيويورك، وبالتالي المجتمع الدولي. صحيح أن وزير الخارجية ذهب إليهم، لكن أعتقد أنه كان ربما من الأفضل أن يذهب إلى هناك. صحيح في هناك ظروف صعبة موجودة الآن، ولكن أنه بالإمكان أن يذهب ولو حتى حدود المخاطرة، لكن المهم أن يكون رئيس الوزراء هنا. يتبين ذلك، لكن بعتقد أنا أنه لبنان في هذا الشأن الآن هو. نعم، أشكرك. يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك أيضا معنا من بيروت. كنت معنا رئيس وزراء لبنان الأسبق السيد فؤاد السنيوره.